سيدنا واحد السلام عليكم. اباء واولياء التلاميذ انقسموا لجوج فئات، الفئه الاولى كتدعم وكتساند الاستاذ في الدفاع عن الكرامه والحقوق ديالو، والفئه الثانيه عندها راي اخر وساخط على الاستاذ وكثرت الاضرابات وان الضحيه الاول والاخير هو التلميذ. خليكم معنا نسمعوا شنو قالوا الاباء الغاضبين. ما من بوسه ما من قصديره انت تقول لي ابن موسى ولا هذا تقول لي ما دويش معايا على مخليني كنمشي 70 مره في النهار ومخلين ولادي ضايعين دابا شهرين هادي وتقول لي وزير تاش من وزير ديال العروسه شهرين وحنا مكرفسين كتسنى ولادنا يقراو ما كيقراوش نتوما اساسيده كيقري ولادهم في البريفي مرتاحين ها حنا كشعب نضيعوا ياك حنا راه ماشي ضد الاساتذه غير باش عرفوا دابا اللي ولا دابا وهو الاباء عاد بداو يفيقوا وربما غادي ياخذوا قرار اللي غادي يتعلن عليه غادي يمنعوهم ولادهم باش ما يبقاوش يجيو المدرسه تيسالوا هاد الصداع تيسالي العرس تيسالي عرسهم هما والحكومه راه بالنسبه ليه ويبقى ولدي هنا مريح والمراه مريحه وانا خدام ترونكي ما مصدعش راسي تيسالي هادشي تيدوروا المقدميه وداكشي يقولوا راه المدرسه حلات سيروا تقراو وكيف العادة خلونا آراءكم وتعليقاتكم حول هذا الموضوع وتابعونا على قناتكم قناة ميكرو مغربي.